واحد من أهم الأسئلة شلون أتعامل مع برنامج ميوزك، برنامج الموسيقى اللي موجود بالآيفون والآيباد. خلكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح أتكلم عن شلون تقدر تستخدم برنامج الموسيقى، برنامج أبل ميوزك اللي موجود على الآيفون والآيباد باستخدام برنامج الآيتونز. وايد أسئلة كانت توصلني شلون نقدر نستخدم برنامج الآيتونز بطريقة مبسطة سهلة، فحبيت أني أشرح لكم هذا الموضوع لكن على أجزاء. فبهذا الفيديو راح أتكلم بس شلون تقدر ترتب الموسيقى بتليفونك. مميزات برنامج الموسيقى أنه له ترتيب وايد حلو، تقدر تسويه على حسب المغني أو المقرأ، حسب الشيء اللي أنت تبي تحطه بجهازك. تقدر تسوي الترتيب على الألبومات، تقدر تسوي الترتيب بشكل عام على قوائم انت تسويها، مفضلات انت تفضلها، وتقدر تشغل الموسيقى هذه بالخلفية وانت مطفي الشاشة، وتقدر تشغلها بدون انترنت لان هي موجودة على جهازك. وعشان تقدر تسوي هالشيء تحتاج الى كمبيوتر سواء كان ويندوز او ماك، تقريبا نفس الطريقة. وبرنامج الايتونز اللي راح تحصل الرابط اسفل هذا الفيديو. وقبل أن ننتقل الى الجهاز، اذا كان يهمك اني اسوي شرح على نقل الصور والفيديوهات من التليفون الى الكمبيوتر والعكس، اكتب لي اسفل هذا الفيديو. خلونا ننتقل على الجهاز. اوكي، اللي راح نسويه الحين اول شيء انه راح نروح على موقع جوجل وراح نكتب ايتونز، يطلع لنا اول موقع ندخل عليه، ننزل برنامج الايتونز من كلمة داونلود هني، ونسوي اجراءات التنصيب. وحاط لكم اسفل هذا الفيديو رابط تحميل الايتونز. بعدها راح نشغل برنامج الايتونز بهالشكل قبل لا نوصل الجهاز على الكمبيوتر. احنا حاليا مو موصلين الجهاز بالكمبيوتر. راح تدخل على اي موقع وتحمل الملفات الصوتية اللي انت تبيها بصيغة MP3. بعدين راح تسوي لك مجلد، بهذا المجلد راح تنزل اسماء المقرئين او المغنيين حسب الاستخدام اللي انت بتسويه. انا هني مختار 5 من مقرئين القرآن ومسوي لهم كل واحد مجلد، وداخل المجلد في ملفات MP3 للشخص نفسه. بعد ما اخلص راح اظل هني على ميوزك من فوق، انا مختار ميوزك او الموسيقى اذا كان بالعربي عندك. وبعدها راح تسحب الاسماء كلها اللي انت منزلها وتحطها بهالمكان، بس سحب عادي. اللي سواه الحين انه حط لي اسماء للمقرئين هني، كل واحد لو ضغطت عليه راح يعطيك لستة الاشياء اللي نزلها. فانت تقدر تغير نظام العرض هني، اختار على ارتست، طلع لي الاسماء. الاسماء هذه ممكن تكون غلط، انت تقدر تعدلها. راح اروح على songs الاغاني، راح يكونون مرتبين هني كلهم ورا بعض. فاللي راح اسوي عندك هني اول شيء الاسم، شنو اسم المقطع نفسه، وعندك الوقت، وعندك من المقرئ نفسه، وبعدين عندك ألبوم. فألبوم هني أنا أقدر أحطهم كلهم باسم القرآن الكريم. فلما أدخل على مجلد القرآن الكريم بالآيفون أو بالآيباد راح ألاقي كل هذيل موجودين داخل حاليا، وهم مو متغيرين. فاللي راح أسويه راح أختار أول واحد، وبعدين وأنا ضاغط على Shift بالكيبورد أختار آخر واحد علشان يتحددون كلهم. بعدها راح أضغط بالزر اليسار، راح اروح على Get Info. بعدين يقول لك انت تبي تعدل كل الاسماء مع بعض، اقول له Edit Item. هني قاعد يعطيني بعض الخيارات، Artist اللي هو اسم المقرئ فانا ما راح اغيره لان في اسماء مختلفة، ألبوم اقدر احطهم كلهم بألبوم واحد اللي هو القرآن الكريم، فراح اسميه هني بالعربي القرآن الكريم. اذا ما غيرت هذيلا راح تكتشف ان هالاشياء وايد تاثر باستخدام البرنامج الفعلي، راح نشوفه بعد شوي. فهني راح اضغط على اوكي، عدل لي الالبوم كلهم الى القران الكريم. بعدين عندي كل مجموعه باسم معين، اذا بعدل راح اختار وانا ضاغط على كوماند اذا عندك الماك، او وانا ضاغط على كنترول اذا عندك الويندوز. فراح اختار مثلا هني عندي 3 مقاطع حق مصطفى اسماعيل، راح اضغط على الزر اليمين، بعدين اروح على Get Info Edit Item. هني يقول لي المقرئ اسمه مصطفى اسماعيل بالانجليزي فانا راح اسميه بالعربي، اضغط على اوكي فصاروا مصطفى اسماعيل هذول الثلاثة، وفي لهم اسماء اقدر اعدلهم من هني،
أقول له هني سورة الأنفال، وأضغط على أوكي. أروح الثانية سورة التوبة، أوكي. راح أعدل كل الأسماء اللي موجودة هني، أو بإمكانك أنك تضغط على المكان اللي أنت تبي تعدله، ضغطة واحدة راح يتعدل من هني. أوكي، عدلت أسماء الصور هني، وعدلت أسماء الألبوم، حطيتهم كلهم بألبوم واحد. وبعدين عندي المقرأ نفسه، الأسماء مكتوبة بالعربي أو بالإنجليزي، فراح أعدلهم كل اثنين مع بعض أو كل ثلاثة على حسب المجموعة اللي موجودة عندك. الحين عندك بس شيء واحد، لو ضغطت على واحد منهم واخترت سونج انفو، أو هي بيانات الأغنية يمكن بالعربي. طبعا الأغنية المقصود فيها هني المقطع الصوتي، لكن الترجمة الحرفية تحوله إلى أغنية. راح تلاحظ أن فوق في عندك صورة في بعض المقاطع، فأنت منزلها معاها صورة، تروح على ثاني واحدة هني Artwork، من هني تقدر تشيل هذه الصورة، Delete تمسحها، أو أنت تحط لك صورة ثانية من عندك. فاللي راح أسويه أنه راح أحددهم كلهم، أضغط بالزر اليمين Get Info Edit، أروح على Artwork اللي هي الصورة، بعدين أضيف له الصورة اللي أنا تناسبني. فعلى سبيل المثال راح أختار شعاري وأحط شعار قناتي مكان الصورة. الحين عدل لي كل الصور وكلهم صاروا داخل ألبوم القرآن الكريم، وحطيت الأسماء بالأرتست، وحطيت أسماء المقاطع نفسها بغض النظر عن اسم المقطع أنت شنو منزله بالأساس. ما راح يفرق معاك اسم المقطع، راح يفرق معاك الاسم اللي هني. الحين اللي راح تسويه أنك راح تشغل جهازك وتفتح قفل الشاشة وتوصله إلى الكمبيوتر، تنتظر الخط اللي فوق أنه يخلص. بعد ما يخلص راح تظل بنفس المكان سونجز، راح تحدد اللي موجودين هني كلهم، تضغط على كنترول و A أو كوماند و A، أو تسحب أو تختار آخر واحد، وانت ضاغط على شيفت تختار أول واحد، راح يتحددون كلهم. بعدين راح تسحبه وتروح على المكان اللي واصل فيه جهازك. هذا هو جهاز الآيباد اللي أنا موصله، بأي مكان تهده هني راح ينتقلون إلى الآيباد أو إلى الآيفون. مثل ما أنتم شايفين فوق قاعد يطلع لي كوبينج شغال حاليا، قاعد ينقلهم إلى الجهاز. الحين انتهى، خلونا نشوفه على الجهاز. أوكي، لما نيجي الحين على الآيباد أو على الآيفون، في عندنا برنامج الموسيقى أو أبل ميوزك إذا كان جهازك إنجليزي. أول ما شغله راح تشوفه بهذه الطريقة، لاحظ أن الصور اللي احنا اخترناها بالكمبيوتر، وأيضا عندك تصنيفات كلهم تحت القرآن الكريم، كل واحد اسم المقرأ نفسه. إذا فتحت المكتبة من فوق تقدر تختار على الألبومات، تقدر تختار على الفنانون اللي هو الأرتست اللي احنا اخترناهم بالكمبيوتر، اللي هو في وضعنا هذا المقرئين. لو اخترت أي واحد منهم قاعد يعطيك كم مقطع داخل هني، هو كاتب لك أغنيتان مثلا. وأيضا تقدر تصنف على الأغاني اللي هي المقاطع الصوتية كاملة، راح تشوفهم كلهم وراء بعض بهالطريقة، مع من المقرأ، مع شنو الألبوم، مع المدة. ضغطت هني على تشغيل راح يشغل من واحد، ينتقل للثاني والثالث والرابع إلى آخر شيء، وتقدر تحطه عشوائي فما ينتقل بالترتيب بينهم. هذين شغلنا واحد منهم، لاحظ انه راح يشتغل بهذه الطريقة، ولو ضغطت عليه راح يشتغل بهالطريقة. هني تقدر تتحكم بالصوت، تقدر تخلي تكرار يعيد تكرار نفس الصورة اذا خلص منها. وايضا حاط لك هني شنو التالي اللي راح يروح ورا 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 بالترتيب. هني تقدر تحذف اي مقطع انت ضايفه، وهني تقدر تضيف الى قائمة تشغيل. خلنا نرجع مثلا على قوائم التشغيل. حاليا ما في قائمة تشغيل، فأقدر أضغط على قائمة تشغيل. أنا أسمي القائمة الجديدة حاليا، اسم القائمة مثلا الصور الطويلة. بعدين راح أختار إضافة، من هني راح أختار المقاطع هني، فراح أدخل على مثلا سورة البقرة
سورة آل عمران، راح أخليهم مثلا بس هذين الثنتين وأضغط على تم، فسوالي قائمة اسمها السور الطويلة فيها بس هذين المقطعين. فأنت تقدر تصنف حسب قوائم التشغيل اللي أنت تشوفها مناسبة. إذا جيت هني على المكتبة تقدر تروح على قوائم التشغيل، صارت القوائم اللي أنت تختارها. فكل ما صار عندك مقاطع أكثر صرت تقدر تسوي فرز من هني وتقدر تشغل بالخلفية. لاحظ إذا جيت شغلت أول واحد مثلا، الحين صوت شغال، لو سكرته صوت شغال. ايضا لو ضغطت هني راح تقدر تتحكم من الشاشة الخارجية، وتقدر تنتقل الى المقاطع التالية والسابقة حسب قائمة التشغيل. لاحظ انه قاعد ينتقل بس بين سورة البقرة وسورة آل عمران لاني حاطهم بقائمة وبروحهم. وطبعا ما راح يحتاج الى انترنت عشان يشغل لك هذه المقاطع لانها هي موجودة بالجهاز نفسه. ولو جيت هني على البحث راح تقدر من البحث تكتب اسم المقطع اللي انت تبيه بشكل مباشر، سواء تبي باسم المقرأ نفسه او باسم الالبوم اذا كان عندك اكثر من البوم، او باسم المقاطع نفسها، اسم الصور اللي احنا حاطينها، او بقوائم التشغيل. فيكون البحث بطريقة وايد مبسطة، اي اسم تدخل عليه راح تقدر تشوف كل المقاطع اللي موجودة عنده وتشغلها بطريقة مباشرة. كان هذا موضوعنا لهذا اليوم، أتمنى أن الكل يستفيد. لا تنسى تشترك بالقناة وتحط لايك على الفيديو. نوصل للختام، كان معكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامة.